اهلا بكم حلقه جديده في ترندز على شاشه القناه الاولى. جمعنا لكم كل الاخبار اللي اهتميتوا بيها على مدار الاسبوع على السوشيال ميديا، ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفقره ترندز اوف ذا ويك. مهرجان العالمين يتصدر الترند، ابطال مسلسل ماني هايست يدعمون فلسطين، انتحار روبوت، ويلا بينا نعرف كل التفاصيل. مهرجان العالمين قدر انه يتصدر الترند حتى قبل ما تنطلق الفعاليات الخاصه بيه، وده بسبب قرار القائمين على المهرجان بتخصيص 60% من دخله لصالح الشعب الفلسطيني، وده اللي اعتبره كتير من رواد السوشيال ميديا انه لفته انسانيه اكتر من رائعه. مهرجان العالمين هتنطلق الدوره الثانيه ليه في الفتره من 11 يوليو وحتى 30 اغسطس. احنا السنة دي بنقدم حوالي 60% من ارباح المهرجان هتروح لاهلينا في غزة. احنا مخصصين جزء كبير من التذاكر لابناء الشهداء، ايضا عاملين مناطق لاصحاب الهمم، والسنة دي كمان احنا جزء من الشاطئ اللي احنا بنديره هنخليه شاطئ عام للمصطفين في العالمين. انتشر فيديو الأيام اللي فاتت لبعض أبطال المسلسل الأسباني الشهير ماني هايست، وهم بيوجهوا رسالة للعالم كله هدفها دعم أهالي غزة. الفيديو ظهر فيه اثنين من أبطال المسلسل وهم بيدرو ألونسو واللي قام بشخصية برلين، بالإضافة للفنانة ألبا فلوريس واللي قامت بدور نيروبي. الاثنين الفنانين أدانوا في الفيديو كل الممارسات العنيفة اللي بيتعرض ليها الشعب الفلسطيني، سواء بعمليات التهجير القسري والقتل الوحشي، وده طبعا بالإضافة لتدمير القطاع الطبي بشكل كامل وعدم وجود الرعاية الطبية الكافية للمرضى وخصوصا النساء الحوامل. وقدر الفيديو انه يحقق ملايين المشاهدات حول العالم ويخلق حالة من التعاطف الكبيرة مع معاناة الشعب الفلسطيني. اتصدرت واقعة فريدة من نوعها الترند في كوريا الجنوبية، وده بعد ما تم تسجيل اول حادثة انتحار لروبوت كان بيشتغل في جهة حكومية، والواقعة بدأت لما ألقى الروبوت بنفسه من فوق السلم في مدينة غومي الكورية. الروبوت كان بيتم الاستعانة بيه في إنجاز المهام الإدارية. الشهود اللي شافوا الواقعة قالوا إن الروبوت المجتهد قعد يلف حوالين نفسه بشكل مبالغ فيه، وبعد كده رمى نفسه من فوق السلم. وحالياً شكلت الحكومة الكورية لجنة تحقيق للكشف عن أسباب انتحار الروبوت. ودلوقتي جه معانا مع فقرة سكوب. من أكتر الموضوعات اللي شغلة الناس حالياً واللي الكل بيتكلم عليها سواء في السوشيال ميديا أو حتى برا السوشيال ميديا هو طبعاً ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير جداً وأثار ده على صحتنا، وبقينا نشوف ناس كتير على السوشيال ميديا بينشروا صور وفيديوز سواء ليهم أو لأولادهم وهم عندهم مشاكل جلدية كبيرة. بسبب الموضوع ده وعشان نعرف أكتر إزاي نقدر نتعامل مع المشاكل الجلدية اللي ممكن تتعرض ليها بسبب حرارة الشمس الحارقة، هيكون معانا على زوم الدكتور ماهر محمود استشاري الأمراض الجلدية. أهلا بحضرتك يا دكتور. إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا. في البداية عايزة أعرف من حضرتك إزاي ارتفاع درجات الحرارة ممكن يأثر علينا صحيا؟ طيب، هو الحرارة بتأثر على الجلد بشكل خاص جدا عن طريق ان الجلد عارف ان الشمس دي خطر على الجلد، فبيبدا نشاط الخلايا الصبغيه يزيد عشان يحاول يحمي الجلد من الشمس. لما نشاط الخلايا الصبغيه يزيد بيبدا الجلد يغمق، لما بيزيد زياده شويتين ممكن نوصل لحرق في الجلد. ممكن يبقى الحرق ده من الدرجه الاولى، مجرد شويه احمرار بسيط بيظهر على الجلد، او ممكن يبقى حرق من الدرجه الثانيه لدرجه ان بيجي لك حد دلوقتي عنده زي ايه، زي فقفيق او حاجات فيها ميه كده على الجلد. ممكن الكلام ده يظهر في المكان بس اللي اتعرض للشمس، او يوصل لاماكن اخرى في الجسم نتيجه زياده الهستامين. مش بس كده، الشمس خطر جدا على الجلد لدرجه انها ممكن لا قدر الله تسبب تغيير في الدي ان ايه بتاع خلايا الجلد وتسبب سرطان لا قدر الله. ممكن كمان أشعة الشمس تكسر الكولاجين الموجود في الجلد ده وتسبب التجاعيد مع الوقت، تسبب إن الجلد يحصل فيه
ان هو يكرمش، تلاقي اكتر ناس عندهم تجاعيد في وشهم اهالينا اللي هم الفلاحين اللي موجودين طول النهار في الشمس، او طبعا اهالينا العمال طول النهار موجودين في الشمس، دول تلاقي الخطوط مرسومه عندهم في وشهم بشكل عميق جدا. طب دكتور، احنا شفنا صور وفيديوهات لناس كأنهم بالظبط اتعرضوا للحروق زي ما حضرتك قلت، يا ترى ايه الحل في بالظبط. الموضوع ده قبل وبعد، يعني قبل ما يحصل طيب. وبعد لو حصل؟ طيب علشان نتجنب الحروق، رقم واحد اللي هي الوقايه. الوقايه اللي هي ايه؟ ان انا ما اتعرضش للشمس كتير، قدر الامكان ابتعد عن الوقت الذروه بتاع الشمس اللي هو بين الساعه 10 الصبح و 5 العصر. قبل تمام 10 وبعد 5 ده مسموح جدا، مفيش منه اي مشاكل خالص. ان انا استعمل واقي الشمس ده مهم جدا على قد ما اقدر. لو حصل بقى الحروق، لو الحرق مجرد شويه احمرار بنسميه حرق من الدرجه الاولى، ده خلاص بنحط اي ميه بارده على الجلد وبننقل الشخص نقعده في مكان ظل اكتر، وبنشرب ميه كتير، سوائل كتير مهمه جدا عشان تعمل توازن في الجسم، ونستعمل اي كريم ترطيب موجود في البيت، كريمات الترطيب اللي هي المشهوره، او نستعمل حاجه فيها صبار. حاجات الصبار دي بتعمل تلطيف على الجلد حلو جدا، ودي موجوده في كل البيوت في الغالب. لو حرق من الدرجه الثانيه اللي هو ظهر فيه زي فقاعه كده وفيها ميه، دول بننصح ان احنا ما نفتحش البليسترز او الفقاقيع دي، نسيبها زي ما هي، نحط اي كريم مضاد حيوي، ولازم يتعامل معاه الطبيب في الحاله دي. ممنوع نستعمل معجون اسنان، ممنوع نستعمل زيوت الاكل زي ما بيحطوها، ممنوع نستعمل كل الحاجات دي، والحاله دي حاله عياده او حاله مستشفى او حاله. طب دكتور، كمان شفنا ناس بتشتكي من الحكة الجلدية، أو إن هو جلده بقى بيحس إن هو بيحمر بطريقة طبعا غير طبيعية، فبيضطر إن هو يحكه، وده طبعا بسبب أشعة الشمس. إيه الحل في ده؟ هل هما احنا عندنا بيلجأوا لبرضه مستحضرات أو كريمات إنها تتحط، ولا في أدوية بقى للحاجات دي للحساسية طيب مثلا؟ احنا عندنا حاجه اسمها فوتو سنسيتيفيتي اللي هو حساسيه ضوء الشمس. يجي الشخص المنطقه اللي بتظهر في جسمه زي الوش زي الرقبه زي الايدين ملتهبه جدا وفيها حكه، دي حساسيه وهو نتيجه التعرض للايه؟ نتيجه تعرض للشمس. طبعا الحل فيها ان احنا بقدر الامكان بنقلل تعرض الشمس، بناخد ادويه مضاده للهستامين طبعا بيوصفها للدكتور. لازم نستعمل واقي شمس، نستعمل واقي شمس وبكميات كبيره، وده المفروض ان هو بيتكرر كل ساعتين عند الناس اللي عندهم حساسيه بالذات. طيب بالنسبة للناس اللي بتروح مصايف، وطبعا بيكون في معاهم أطفال وناس كمان كبيرة في السن، إيه تمام. النصايح المهمة علشان محدش يتأذى من أشعة الشمس، غير إن هو إحنا بحر بقى وصيف وكده، فالشمس كده كده ايوه موجودة. طيب مهم جدا زي ما قلت من شويه، بقول لهم خلينا في الوقت اللي الشمس فيه مش خطر قبل الساعه 10، وده وقت كافي جدا، من 7 ل 10 ده وقت كافي، او بعد الساعه 5، من 5 ل 8 ونص حتى المغرب، ده وقت برضه كافي ان هو يستمتع فيه. يحاول بقدر الامكان يقطع الوقت الموات لان هو يقعد في الظل شويه، نشرب ميه كتير قوي، استعمال واقي الشمس. الناس اللي مش قادرة تستعمل واقي الشمس كريم، ممكن تستعمل زي كاب نظارة الشمس، نمسك شمسية بقدر الإمكان على قد إيه، على قد ما نقدر، وما نقعدش في الشمس مدة طويلة. الشمس مع الرمل مع المية بتعمل انعكاس للحاجات دي وبتأذي الجلد بشكل جامد جدا. مظبوط. طب دكتور، واقي الشمس المفروض بيتحط على جلد الإنسان أو على جلد الطفل حتى أو الكبار كل قد إيه؟ طيب انت ما دام قلت الطفل، في ناس كتير بتسال هو بيبدا من سن كام؟ بنبدا نحط واقي الشمس من سن 6 شهور، من كل اول قد إيه ست بقى يا شهور دكتور على البحر؟ كل ساعتين، المفروض ان هو بيتكرر كل ساعتين، كل ما بينزل ميه لو حط دلوقتي ونزل ميه وطلع بعد 5 دقائق يحطه تاني. يعني المايه انما هو لو ما نزلش بتمسحه؟ الميه بتمسحه، مهما يقول لك ان هو ووتر ريزيستنت والكلام ده، طبعا الكلام ده غير اي كلام. علمي، كل اوكي ما بينزل ميه لازم يحطه تاني، ولو هو ما نزلش ميه بيكرره كل ساعتين على المصايف. عايز بس اقول معلومه مهمه، مش اتفضل. لازم تكون الشمس حر، مش لازم يكون يبقى الجو حر قوي، ده نوع اشعه يعني اليو في اي، ده من اخطر انواع الاشعه اللي بتوصل للجلد وبتاذيه.
حتى بقول لك حتى في فصل الشتاء المفروض احط واقي الشمس عشان احمي جلدي. دكتور ماهر محمود استشاري الأمراض الجلدية، بشكر حضرتك جدا على وجودك معايا. شكرا يا فندم، شكرا. وبكده نكون خلصنا فقرة سكوب. تعالوا دلوقتي نروح نشوف مع بعض فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل بقية حلقتنا، استنونا. ودلوقتي ميعادنا مع السوشيال لاب، بداية من دورها في أشغال شقة وفي فيلم أولاد رزق وكمان في فيلم اللعب مع العيال، واللي اتعرضوا في عيد الأضحى وحققوا إيرادات عالية جدا. تعالوا نشوف أسماء جلال علاقتها إيه بالسوشيال ميديا. هنبدأ بالإنستجرام لأنها متفاعلة عليه بشكل كبير جدا. بيتابع أسماء 3 مليون و700 ألف متابع، وهي متابعة حوالي 3023 أكاونت، منهم بلوجرز وأشهر المصورين. وطبعا نجوم من الوسط الفني زي آسر ياسين وعمرو يوسف ونجوم عالميين من دول مختلفة. أسماء جلال نشرت تقريبا 561 صورة وفيديو، كلها عبارة عن بوسترز لأعمالها ومشاهد من أفلامها ومسلسلاتها، وكمان اطلالات بيها وصور مع أصحابها ونجوم من الوسط الفني. من الحاجات اللي لفتت نظرنا إنها بتحب السفر جدا وبتحب تشارك جمهورها. كمان لقينا أكتر من 100 صورة ليها لإطلالاتها في المهرجانات الفنية على الريد كاربت. من الانستجرام نروح لتيك توك، بيتابع اسماء جلال 1,400,000 متابع وحققت 2,500,000 لايك. وبكده نكون وصلنا لنهايه السوشيال لاب. من اكتر الجروبس المنتشره على السوشيال ميديا بشكل عام هي الخاصه طبعا بالستات والفضفضه، ولما بنقول فضفضه مش شرط يكون في مشاكل، وطبعا النوع ده بيكون خاص بس بالستات، يعني ما ينفعش اي راجل يشترك فيها، وده طبعا عشان يقدروا ياخدوا راحتهم في الكلام مع بعض. النهارده معانا ضيفه عندها قصه جميله جدا خلتها تعمل جروب مستوحى من فكره مسلسل، وهيكون هدف الجروب ده هو مساعده اي ست انها تشتغل او تدرس او تناقش مشاكلها وتطور من نفسها. منورنا النهارده مروه هريدي مؤسسه جروب ليه لا. ازيك يا مروه؟ ازيك يا ريهام، عامله ايه؟ الحمد لله كويس، كله حلو. انا اول حاجه هسالها لك هو اللي انا قلته في التقديمه، جات لك فكره الجروب من المسلسل؟ جات لي فكره الجروب وانا قاعده بتفرج على المسلسل. أوكي. يعني انا عامه ما بتفرجش على مسلسلات عربي غير في رمضان، طبعا وقتها كانت الكورونا وقعده الكورنتين في البيت، فخلاص نتابع مسلسل ولطيف حلقاته قليله، فاتفرجت على المسلسل. وانا بتفرج على المسلسل جات لي فكره الجروب، بس برضو لما جات لي فكره الجروب ما كانتش زي ما احنا دلوقتي. يعني انا جالي الفكره قلت لاصحابي انا بفكر اعمل جروب، ايه رايكم يا جماعه؟ احنا انا هقعد صحابي وهم يعملوا اضافه لاصحابهم ونعمل جروب كده 300 400، نرغي 3 4 ايام وخلاص كل واحد يروح بيته. لا، الموضوع ما بقاش كده خالص، الموضوع كبر عن كده بكتير، ايفن حتى عن التوقعات بتاعتي او انا كنت عامله ازاي. بس هو الاساس كان مسلسل ليه لا. طب انت كان عندك اي نشاطات اجتماعيه قبل الجروب؟ خالص، اكتر من ان انا بخرج مع اصحابي، ولما بتخانق منهم على الواتساب بخرج واسيب الجروب، ما بعملش حاجه اكتر من كده. انما اخري كانت جروبات واتساب اصحابنا بس، ما اي حاجه ليها علاقه باستثناء طبعا ماي صفحتي انا الشخصيه على فيسبوك، ما كانش عندي اي حاجه تانية. طب انت عملتي شيفت او تغيير في حياتك من مجال البنوك للسوشيال ميديا؟ خالص، انا لسه زي ما انا لسه ولا اي حاجه اتاثرت، بس هو الموضوعين تحسي ان هم ما لهمش علاقه خالص ببعض. ما لهمش اي علاقه ببعض، بس لو اقول لك انه ده كمان جزء من شخصيتي حتى في شغلي، يعني لا انا في شغلي في مجال البنوك بقالي 15 سنه، وحقيقي انا بشتغل بقالي يعني 27 28 سنه في مجالات كتير. انا ما عملتش شفت، انا زي ما قلت لك وقتها كانت الفكره فكره ان انا بعمل جروب نسليكم في الكورونا، وحقيقي نتكلم فيه بس عن تشالنج، ايه الحاجه اللي قلتي ليه لا، طب ما اجرب انا مش خسرانه حاجه وعملتيها. انا على جروبات كتير قوي، او تقريبا معظم جروبات الستات اللي على فيسبوك، فانا بتفرج. مش هقول لك ان انا اكتف غير على جروبات الطبخ، انا بحب اطبخ فتلاقيني دايما بشير الحاجات دي عليها، انما الجروبات الباقيه ببقى معظم الوقت متفرجه. فابتديت اشوف ايه فين وازاي وليه، وقلت طيب لا احنا هنحكي قصص بصرف النظر هي نجاح ولا ما حصلش فيها نجاح. يعني انا قلت ليه لا، طب ما اجرب انا خسرانه ايه، نجحت او ما نجحتش انا عايزه اشارك القصه مع الناس. انا بشاركها الناحيه التانيه، حد بيقرا بيتفرج بيتعلم بتلمس حاجه عنده، ده كان الاساس. واوريدي ابتديت بنفسي عشان ادي الناس مساحه امنه. سوشيال ميديا عامه وفيسبوك والحاجات دي كلها مش اكتر حاجه
كل الناس ممكن تتكلم عليها بمنتهى الصراحه. يمكن انا خليت الجروب برايفت او خاص، يعني لازم عشان حد يدخله يبقى حد تاني هو اللي ضايفه. حطيت شويه قواعد كتير قوي في الاول، زمان ابتديت حياتي المهنيه في شركة تأمين أمريكاني، كان أول حاجة في التريننج احنا بناخدها ما نتكلمش مع العملاء في دين وكرة وسياسة. دول أكتر ثلاث حاجات بتخسر الناس. بما أن احنا جروب ستات أنا شلت الكرة من الموضوع وحطيت شوية قواعد نحترمها كلنا. أحدها طبعا ما نتكلمش في الدين ولا السياسة، عشان تبقي دايما قاعدة بتتكلمي وبتردي وبتتناقشي وبتدي رأيك بمستوى معين من الاحترام والأمان. انت تتكلمي فانا هحكم عليكي او انا هقول مش عارف ايه والكلام ده كله لا. فحطينا شويه قواعد نحترمها. كانت بتحصل طبعا غلطات في الاول، بنقول يا جماعه لما هيحصل الغلطه دي في حاجات ممكن نتغاضى عنها بسوري، بس في حاجات بنشيل على طول العضوه فور ايفر، يعني ما بتقدرش حتى تجوين الجروب تاني. ده اللي خلى الناس تبتدي تتكلم براحتها، ده اللي خلى ال 300 400 اللي انا كنت عايزه اعملهم بقوا 40,000. طب احنا لحد دلوقتي لسه ما قلناش للمشاهدين هو الجروب بيتكلم عن ايه؟ هو الجروب بيتكلم عن ليه لا ما جرب؟ ليه لا ما جرب على اي حاجه في الحياه؟ ليه لا ما جرب انا بشتغل طبيبه او الى حياتي كلها وقررت ان انا هسيب كل ده وهعمل بيزنس ليه علاقه بالطبخ؟ ليه لا ما جرب ناس استقالت بحياتها؟ ناس درست وعملت حاجه اي ملهاش اي علاقه بالدراسه. طبعا في جزء منها حياة كانت موجودة وتغيرت، ست بقت أم وأب، ست بقت ظروف الدنيا خلتها أم وأب، مش لازم يبقى طلاق، ممكن يبقى حاجات كتير قوي. ست قررت إنها بعد الستين تبقى سيدة أعمال وتبتدي تشتغل أول مرة في حياتها، ولادها كبرت، جوزها اتوفى، بقت حاسة إنها لوحدها. طب ما أجرب ليه لأ؟ هي دي عارفة الحركة بتاعت ما جرب طب ليه لا. بالظبط هي دي الفكره. اي تحدي قابلتيه وقلتي طب ما جرب انا خسرانه ايه؟ فاهمه قصدي؟ طيب في خدمات الجروب بيقدمها للبنات اللي على الجروب؟ بصي بقى يا ستي، انا بحب لفظ البنات بس انا هقول لك ان احنا تقريبا افريج الاعمار، يعني لغايه من كام شهر كنا بنتكلم من 25 في ده لحد 75 80. وبعدين رينج واسع جدا جدا قوي جدا قوي وكل وبعدين الاول كنا بندخل يعني دايما الصغيرين اللي مش عارفه ايه، يقول طب بلاش عشان لو حد قال مشاكل ما تبقاش الحياه قدامهم غامقه. لقيت ان الناس بتكلمني تقول لي انا عملت اضافه لبنتي وبنت اختي ومش عارفه ايه، بليز دخليهم. فلقيت ان العضوات نفسهم هم اللي متحمسين. بصي لما ابتدى الجروب يكبر، اولا احنا خلال اول اسبوع الرقم طلع من 300 400 بقى 1000. طيب ماشي معلش، نتورك بتاعتي واسعه واصحابنا كتير. بعد اسبوعين بقاني 2003، فابتديت احس ان العمليه مش بس هندردش، واي حد بيدخل وهو مستعد انه يحكي هو عمل ايه ايا كانت الحكايه. طبعا يعني في مستوى الحاجات العاديه اللي هي ما فيهاش حاجه خارج نطاق المألوف بس فيها تحديات. لقينا انه طيب لا اكيد في حاجات تانية ممكن تتعمل. ابتدى من مجرد بس فضفضة والناس تحكي الحاجات وناس تانية تقول طب ازاي كده، طب انا ممكن اعمل كده ازاي، لان احنا نساعد ناس انها تعمل مشاريع. ونساعد هنا، وانا بقول نساعد مش بفخم في نفسي بس لاني ما ببقاش لوحدي، بتبقى كل العضوات معايا. النهاردة واحدة قررت ان هي وقت السياحة ما هو مش شغال تعمل رحلات للستات، وابتدت تعمل رحلات وتعرفهم بمصر اللي كانت الاجانب بتيجي تزورها. مش مصر اللي انا وانت عارفينها بتاعت السحر والجونه والحاجات دي. اول حاجه عملتها جروب، والنهارده ما شاء الله عندها صفحه من انجح الصفحات. حد تاني بتعمل حاجات للشعر، موظفه في شركه مالتي ناشونال وشركتها موظفه، والاثنين قرروا يعملوا منتجات معينه في البيت. دي بقى الحاجات اللي ابتدت تتعمل. انا بعمل ايه بقى غير انك انت بتعملي الحاجات دي وبتحكي للناس والناس بتشجعك؟ انا ابتديت اخلي في يوم في الاسبوع تعملي دعايه. بالمناسبه علشان فكره ان هو انت حاولتي للسوشيال ميديا، ده نون بروفيت جروب، ده جروب ما عليهوش اي حاجه في الدنيا بفلوس. يعني انت هتعملي دعايه، انت عايزه تنزلي القصه بتاعتك وتحكي بتعملي الكلام ده كله، انت عايزه تعملي كورسات وبتدي كورسات برضو بتعلني عن اي حاجه. انا بشوف ان دي حاجه نوع من انواع الدعم.
طبعا تيجي الناس تقولي طب على فكره هو في جروبات تانية بتعمل واحد اتنين تلاته، انت بتعملي زيهم ليه؟ انا مش محتاجه. اكيد اي حد محتاج فلوس ومحتاج فلوس، انا اقصد ايه، انا مش محتاجه ان انا اجي اشاركك في حاجه انت لسه بتبتدي فيها. ما تبتدي وتعملي وتقفي على حيلك والكلام ده كله، انا بس لما بترفعي لي التليفون او بتبعتي لي دعوه او بتقولي لي انت مش فاهمه انت فرقتي معايا قد ايه، انا ده بالنسبه لي بعتبره اهم حاجه. طيب هل الجروب قدر ان هو يوفر قبل كده فرصه مثلا لشغل او فرصه لدراسه لحد من البنات؟ انا هفضل اقول لك البنات عشان انت عجبتك الكلمه. مهما بنكبر احنا بنات. احنا البنات طبعا. بصي ما عملتش يعني ما يمكن عشان انا مش شاطره قوي في موضوع التعليم، مش بيغريني، بس هقول لك انا عملت ايه. انا خليت الاسبوع ده عباره عن جدول. اوكي. يعني احنا يوم الاحد يا جماعه ده الميعاد اللي بنعمل فيه دعايات لكل برامجنا. يوم الاثنين اي حد بيحب يعمل الحاجات بتاعت اللايف كوتشنج، البيرنت كوتشنج، الحاجات بتاعت الكوتشنج دي من حقه يعمل الدعايات اللي هو عايزها. التلات انت بتحبي تكتبي او بتحبي شعر او بتعملي مناقشات ثقافيه، تقدري تنزلي كل الحاجات اللي بتعمليها، خواطر، كل الحاجات دي. الاربع كان عندنا فقره كده واحده من العضوات بتحب قوي 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 توفق راسين في الحلال. قلت لها يا بنتي دي هتجيب لك مشاكل. أيوة وجد ما حقيقي انا بحب الموضوع ده وحقيقي. اللي عنده بنت او اللي عنده ولد وعايز يجوزهم بيتواصلوا معاها، يعني هي بس بتقول ويتواصلوا معاها برايه خالص وتقعدهم مع بعض، ولو حصل نصيب ترجع تقولي ده فلان وفلانه اتجوزوا من خلال الجروب او اتخطبوا او الى اخره. والخميس خليناه البحث عن وظيفه او موظف. الاول كنا عاملينها ستات بس، يعني انا النهارده شركه وعايزه موظفين فدي اوكي ما فيهاش ستات ورجاله، او حد سايب شغله وعايز يشتغل فبيدور على وظيفه معينه. وبعدين بعد الكورونا ناس كتير قوي اجوازتها قعدت في البيت طبعا، فابتدت الستات تبعت لي وان تو وان، هو انا ينفع اشوف شغل لجوزي؟ قلت لها ليه لا، هي ليه لا، يعني الست بتفضل هي اللي على الجروب وهي بتحاول تجيب وهي بتحط بقى لابنها او لجوزها او السي في بتاعت جوزها، هو مواصفاته كذا اشتغل في كذا فممكن يشتغل في كذا، وبقى ده السكادجول بتاعنا. فاحنا على طول في حاجات عندنا بتتعمل كل يوم في الاسبوع، كل يوم في الاسبوع عشان نشغل الاسبوع. اكتشفت ان الناس بتحب قوي تتعرف وتخرج، مش بقى الوحده او الناس وحيده، حتى الناس المتجوزه مخلفه هي ناس عايزه تتعرف على ناس جديده. كنت لسه هسالك هل بيبقى بعد ما هم بيتكلموا مع بعض على الجروب فعلا بيقابلوا بعض في الحياه الحقيقيه؟ بيقابلوا بعض في الحياه الحقيقيه. انا دايما بقول يا جماعه انا مش جروب خروجات بس، مش جروب ومش جروب رحلات بس، بتصادف بقى رمضان بنفطر، بنعمل فطار مش في رمضان اللي هو بريكفاست الصبح عادي، بتتجمع فيه ستات حقيقي اقل مره بنبقى يمكن من 80 ل 100 فرد. في ناس اوريدي بتبتدي ريليشن وتكمل صحاب وتبتدي تشوفيهم. جيت بعد فتره علشان انا ادمن الجروب لوحدي، مش عارفه اجيب حد معايا، دايما بقول ايه انا فيا حته بقرا ما بين السطور، مش عايزه اسيب حاجه لغلطه تكلفني المساحه الامنه اللي دايما الناس بتقول لي عليها. صح. فدايما بقى انا براجع بوست بوست، انا براجع حد داخل الجروب، اللي داخل الجروب انا عامه مش ببقى قلقانه انه راجل يدخل الجروب لانه انا مش جروب مغري بالنسبه للرجاله، ما عنديش نكت ما عنديش تهريج. انا الحياه كلها تجارب، فيعني مش هو ده اللي هيعمل اغراء، بس دايما ببقى عايزه الستات زي بعض. يعني دايما اقول لهم ايه يا جماعه احنا عايزين نعمل اضافه للناس، بس دايما ننقي الناس اللي زينا. صح. هيتكلم انتوا هتتكلموا قدامهم وانتم مستريحين. طيب بيبقى فيه طبعا بعض المشاكل اللي بتظهر لأي إنسان يعني وبيتكلموا عنها في الجروب، والمشاكل دي بتحسي إن هي ما ينفعش حد مش دارس أو مش حد طبيب مختص إن هو يتكلم فيها ومحتاج مثلا دكتور نفسي، بتعملوا إيه مع الموضوع ده؟ طيب مبدئيا أنا عندي عشان أي بوست يتعمل لازم أنا أدي أبروفي، فأنا لازم أقرأ البوست الأول. لازم توافقي عليه؟ أوكي. لازم بوست بوست أقرأ وراجعه علشان اللي انت بتتكلمي عليه، علشان برضو انا البوستات بتاعت انا متجوزه وبقالي فتره بس انا بفكر ان انا انفصل وعشان كذا كذا كذا، انا اجانست ان انا اقول لك اتطلقي او خليكي في البيت. طبعا. انا اجانست الاثنين لان انا اصلا بسمع من طرف واحد. صح. فمش انا كمروه، انا كمروه وال40 الف واحده ست. فالجروبات فالحاجات دي برد على اللي بعت البوست واقول لها لا هو مش هينفع نكتب كذا 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 علشان هتفتحي باب لواحد اتنين تلاته اربعه. انا هبقى زوجه تانيه. وده اكتر موضوع شائك على كل الاوجه. عايزه اعرف راي الناس.
بقول لها خلي بالك ده موضوع شائك، بتقولي انا محتاجه اسمع يمكن اللي هسمعه يفوقني. خلاص انا هنزل البوست عشان دي رغبتها وهي عارفه طبعا انها هتتحارب، بس لو الموضوع حصل فيه تخطي لاي نوع من انواع الحدود بقفل الكومنت. يعني احنا في شويه حاجات برضو بيساعدنا بيها فيسبوك انك تقدري تبقي دايما مسيطره. اللي عايزه دكتور نفسي او الحاجات دي كلها، ما بنكتبش المشكله وعلى اساسها بنعرض الحلول، لا هي بتقول انا محتاجه لايف كوتش، انا محتاجه حد، الطفل عنده 12 14 سنه بيعاني من كذا، انا محتاجه، وتبتدي الناس تدي ترشيحات. احنا عملنا جزء بتاعنا، انت بقى الجزء بتاعك، انت هتبتدي تشوفي مروه هريدي ده كويس ولا لا، فلان الفلاني ده كويس ولا لا، وتعملي. انما احنا ما بنعملش خالص ترشيح، يعني ما بنقولش لا ودي المفروض تعمليها كده لو حاجه نفسيه او قانونيه. يعني احنا معانا مثلا واحده من المحاميات الكبار في مصر ومشهوره جدا وليها في فيديوهاتها، قلت لها تطلعي معانا لايف. نسيت اقول لك ان احنا دايما بنعمل يوم الاربع لايف، بنستضيف فيه اي حد. يعني احنا بعد رمضان ما خلص وكانت مسلسل كامل العدد مكسره الدنيا، استضفنا خالد الحلفاوي وكان الراجل الوحيد اللي دخل الجروب عشان يبقى لايف وخرج بعد ما خلصنا على طول عشان الناس كلها تتكلم معاه. استضفنا محاميه، استضفنا سيده بتشتغل في حاجه دبلوماسيه ليها علاقه بالاتيكيت والبروتوكول. كل اسبوع بنستضيف حد مختلف، ندي فكره للناس، نوريهم ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيجرى، الدنيا فيها ايه، عايزه تسالي، عايزه تتعلمي، عايزه ترجعي للحاجات دي كلها، ما فيهاش مشكله. طبعا انت هتبعتي لي انفيتيشن على فكره اول ما عشان لازم ادخل على الجروب ده اكيد اول ما تخلص. طيب لو حد عنده فكره مشروع، هل الجروب ممكن يساعده مثلا في دراسه جدوى او ان هو يساعد في تمويل، ولا ده بعيد عن الجروب؟ بصي بقى انا اتعلمت من وانا صغيره، من اول الجمعيه، عارفه الجمعيه بتاعت ما كل حق ما بحبهاش. ما بحبش اي حاجه حتى على مستوى يمكن اتعلمتها اون هارد واي، بس على مستوى صغير او كبير اي حاجه ليها علاقه بالفلوس. كويس، فانت جروب وجروب كبير واضح لان انت كمان مش بتستفيدي منه ماديا. لا، وحتى لو بستفيد، انت حتى لو بتستفيدي ماديا فده ليجل، انما هجيب سين او صاد او عين يعمل اي حاجه ليها فاينانشلز فيها مشاكل. وواحد من الجروبات حصلت عليه مشكله بسبب الجمعيات، ورجعت وقلت لهم شفتوا يا جماعه ما كنتش اعرف اي حاجه، بس انا دي طريقتي، انا وانا صغيره حد من زمايلنا مره خلاني اعمل جمعيه واختفى وانا كنتش فاهمه ومش بفهم الجمعيه دي تمشي ازاي، بس هو قال لي عايزك تساعديني فساعدته. اوكي، لا اي حاجه فيها فلوس بيبقى دايما وراها مشاكل، بيقعوا مع بعض هتبقي انت السبب، حد بيتاخر، حد ما بيدفعش، حد ما بيدفعش. حتى الحاجه الثانيه حتى التبرعات، يعني الحاجه اللي ممكن اوافق عليها حد بيقول يبعت يقول لي احنا بنلم هدوم لجامعه كذا عايزين حاجات كويسه حاجات مش عارفه ايه، فانزل البوست، وفي الغالب ببقى عارفه الطرف اللي باعت، فانا متاكده ان الحاجات دي رايحه المكان ده. اي حاجه تانية ممكن يبقى عليها عارفه واجتنب الشبهات ما بقدرش تماما. انما بقى عايزه دراسه جدوى، عايزه افكار، عايزه حد يساعدك بحاجه تانية يكمل لك اللي انت بتعمليه، دي ما عنديش فيها اي مشكله. على العكس انا احيانا بعرف ناس ببعضها لان انا عارفه ان شغلهم يكمل بعض، فدي ما فيهاش مشكله. ايه اكتر قصه يا مروه جت على الجروب او اتبعتت لك ولحد دلوقتي ما بتقدريش تنسيها؟ بصي مش هبقى دراما قوي، بس كانت قصة عضوة مش عايشة في مصر، مصرية بس مش عايشة في مصر، وربنا اختبرها في ثلاثة ولادها في حادثة واحدة ربنا افتكرها. كويس، واتكلمت هي ازاي مرت بالمرحلة دي وازاي كان عندها حل من الاتنين، يا تقع يا تبقى أكبر دكتورة موجودة في بلدها مسؤولة عن الكورونا في الوقت ده في البلد اللي هي موجودة فيها. وعملت ايه وعملت ايه وعملت ايه، انا وانا بقرا القصه دموعي نازله مش طبعاً عارفه امسكها. وانا ويمكن القصه دي كانت يا 2020 2021، يعني في بدايه عز الكورونا، وكل فتره كبيره قوي افتكر القصه. فما راحتش من دماغي لان هي في الاخر وقفت وصمدت، ما وقعتش، مع ان الناحيه الثانيه الزوج وقع وساب مصر، ابتلاء قوي كمان جدا جدا جدا، ابتلاء مش سهل بالظبط كده. مين هي البنت، ما بقولش ستها، مين هي البنت اللي تقول لها ليه لا؟ ازاي يعني هي
اي بنت في الدنيا ممكن تقولي لها ليه لا. يعني انا هقول لك حاجه، انا واحده من القصص الملهمه جدا جدا جدا، ودي بقى دايما بعتبرها سكسس ستوري، هي دلوقتي 63 64 بدون ذكر اسامي، جوزها توفى، بناتها كبروا واستقلوا بحياتهم وكل حد عايش في بيت، وقررت تبتدي مشروع اكل وحاجات معينه من البيت. 3 شهور من بدايه الترتيبات والدنيا، مارس 2020 كورونا، 3 سنين كورنتين طبعا، ويبقى انتيش عارفه بقى اساسا هتعملي ايه. قالت لك انا ما وقعتش، انا على العكس قلت طيب يبقى انا ابتديت بسرعه، خليني اعيد وازيد واتعلم وادرس عشان يبقى اللي بعمله بعد ما ده يخلص. فبدل ما احنا بادين 60 61 احنا ابتدينا، قولي احنا 23 ابتدت الحياه تبقى اسهل وتقدري تطلبي اكل من صح. من الناس دي، ابتدي بشتغل على نظافه، وابتدت واشتغلت. واول مره كنت في فطار في رمضان اتعرفت عليها فيه، هي جايبه البلح اللي هي عاملاه وبتوزعه على الناس وفرحانه بالهاند ميد. يمكن كمان اكتر ما هي بتفكر ماديا، هي مبسوطه قوي ان الحاجات اللي تعبت فيها وعملتها بتقدمها للناس. ولحد النهارده 64 ولا 65 سنه، مش هنحسب، وشعله نشاط. بصي مفيش سن، مفيش عائق، مفيش اي حاجه غير جواكي، لا انا اقدر لا انا ما اقدرش. انا اقدر عارفه زي ما بيقولوها بلدي، هتفوتي في الحديد. حقيقي هتفوتي في الحديد. 60 سنه عمرها ما اشتغلت، 3 ولاد كبار بقوا ظباط وسافروا سوري وراحوا شغلهم وحياتهم، وقررت انها تبتدي تعمل عفش بعد 60. يعني يا جماعه احنا عايزين نقول من خلال البرنامج والجروب ان مفيش حاجه اسمها اصل انا كبرت، اصل انا عجزت، اصل انا ما اقدرش. مفيش حاجه اسمها انا ما اقدرش. انا ما اقدرش دي بتاعتك، انما انت لو قررتي هتقدري. انا دايما بقولها، ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضل. اقصى جروب عندي على واتساب كان فيه 12 13 واحده، واقول لهم دايما انا اقفش على اصحابي اروح عامله ليفت للجروب. لو انت كنتي سالتيني انت هل تقدري تمانجي جروب فيه 40,000 واحده ست، كنت هقول لك لا ما اقدرش. مشاكل الستات كتير جدا، وانا بتفرج ما انا على جروبات ثانيه استحاله. لا انا النهارده انترنت اتقطع عندي من كام يوم 24 ساعه فقط. انا كنت حاسه ان انا مش عارفه ايه اللي بيحصل في الحياه، كنت طبعا بنزل بره البيت عشان استخدم ال3G. فلا طبعا انت بتقولي انك ما تقدريش، بس ساعه الجد بتقدري. طيب الانسان اللي عايز ياخد خطوه جديده في حياته، مثلا ليها علاقه بشغل، عايز يمشي من شغل، عايز يبتدي شغل جديد بس خايف، تقولي له ايه؟ يعمل ايه عشان الخوف ده يطلع؟ بصي يعمل ايه، حاجات كتير، مش بس عايز، انا لازم ابقى عايز وبحسبها صح. يعني ما انت في ناس بتبقى حواليكي وقفشت اتضايقت حاجه ضايقتها في الشغل، لا انا هستقيل واقعد في البيت لحد ما تجيلي حاجه. نتكلم بالعقل، عمرك ما وانت قاعده في البيت بتجيلك حاجه زي وانت بتشتغلي صح. هتقدري وانت النهارده متعوده على 1 2 3 4، هتقدري تعمليها لو انت مش لو انت قعدتي في البيت لغايه ما تلاقي شغل؟ انت ضامنه هتلاقي قد ايه؟ وابتدي اقول لها او اقول له بصي فلانه قعدت كام سنه، بصي فلانه قعدت كام سنه وقبلت بايه عشان هي كانت كذا كذا كذا. لازم تبقي حاسبها صح. الحاجه الوحيده نيفر تو ليت، كنت اول ما عملت جروب حبيت، هي حقيقي الستات ريسك تيكر اكتر من الرجاله، يعني الستات تاخد القرار انها تغير ولا هسيب ده واروح ده اسرع اكتر من اسرع بكتير من الرجاله. فكان حد نعرف قصته دكتور مخ واعصاب وزميل كليه مش عارفه ايه وكلام كبير قوي، وقرر ان هو يبقى شاف. ده غير مسار حياته كل تماما، كل حاجه ودراسته. انا يا جماعه لو دخلت طب وتعذبت كل ده مش هقدر. بالظبط. وهو عنده 33 سنه صغير. قال لخاله، هو هي دي قصته وانا كنت حاضره البروجرام فعشان كده انا حافظه القصه، استاذنته ان انا اي ويل شير الفيديو ده. هو قال له انا بحب الشيف ولو ما مشيتش دلوقتي مش هقدر احقق اللي انا عايزه. قال له حقق، استقيل، سيب كل اللي انت بتعمله وروح للحاجه اللي انت بتحبها، وعمل كده فعلا. فعمرها ما بتبقى غير بحسابات صح، وهتعمليها ازاي؟ طب ازاي احنا نقدر نغير فكره ان التغيير او البدايات الجديده دايما بتخوف صح؟ طبعا. يعني احنا بقول لك هو حد عايز يمشي من شغل، طب ان انا ابتدي حاجه جديده ده ما يعني بيبقى في التغيير بيعمل خوف عامه. انت عارفه ان في واحد من الكورسات اللي بتدرس في الـ في الـ في الشغل وفي حياتنا يعني كلها اسمه كوبينج وذ تشينج،
انك تتعامل مع التغيير، انك تتقبليه كمان، تقدري يبقى عندك. احنا بطبعنا عندنا ريزيستنس او رفض للتغيير او اي حاجه بقى، اي حاجه في الدنيا هتلاقي. يعني احنا من غير الحزام بتاع العربيه، اول ما قالوا نلبس الحزام لا انا رافضه، مع اني هو ده احسن لك بس انا رافضه. هي دي طبيعتنا. التغيير عامه بيخوف، بيخوف كل حد. وهو انت حتى لو هتغيري حياتك، لو بتغيري شغلك وخدتي قرار ومبسوطه ونقل على بوزيشن احلى وسالري احسن وكل حاجه بس احسن، بس انا هيوحشني صحابي، بس اصلا انا كنت مستريحه اكتر، الدنيا اصلا اعرفهم بالظبط كده. فهي حاجه قدامك انت هتشتغلي فيها على نفسك، نفس فكره انا اقدر وما اقدرش. يا انت هتتقوقعي ومش هقدر اسيب الكومفورت زون واروح اي حته تانية، يا انت هتقدري تزقي نفسك. انا عامه من الناس دايما بيقول انت اكتر واحده تعرفي تشتغلي على نفسك، مش ده ولا كوتش ده ولا مش عارفه ايه، لا انت هتقدري يا انت مش هتقدري. صح، وبرده كلنا نقدر. بصي انا مقتنعه ان كلنا نقدر، وكلنا نقدر في حاجات كتير، يعني مش بس في تغيير الشغل، لا كلنا نقدر فعلا. اول ما هتحس ما هيبقى عندك الموقف لازم تقفي فيه، لازم تعملي كذا، ساعتها بس هتتاكدي انك تقدري. مروة أنا مبسوطة جدا إن أنت كنتي معايا النهاردة وأنت نورتيني، ولو ما بعتليش الانفيتيشن مش هنزل الحلقة. لا 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 هبعتها لك طبعا. ومش عايزة أقول لك بقى إن أنا من ساعة ما دخلت مبنى الإذاعة والتلفزيون وأنا الابتسامة من الودن للودن، بقول لهم أنا بتفرج، عملت بوست قبل ما أدخل، أنا بتفرج حاسة إن أنا في دنيا تانية. عارفة دخلتي التلفزيون المصري، دخلتي التلفزيون بجد. طبعا أنت نورتينا ونورتي المبنى كله، والجروب فعلا هو فظيع من اللي انت قلتي عليه، بس انا هدخل اتفرج. انا هتدخلي تتفرجي وتشوفي كل حاجه بعدين ترجعي تقولي لي. حاضر، اتفقنا، نورتيني يا مرة. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده، استنونا ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي في نفس الميعاد. باي باي.